السلام عليكم، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. في الفيديو ده هنتكلم على التحديث الأخير للفيسبوك واللي بيطلب مننا البقاء في المنزل. الفيسبوك عمل الموشن ده علشان يقدر يقربنا لبعض، الأصدقاء والعائلة والجيران، علشان الوباء اللي موجود في الجو اليومين دول. لكن تعالوا نشوف الإضافات اللي اتضافت فوق الرموز التعبيرية زي الضحك والصدمة والحزن والغضب واللايك. ضاف كمان ايموشن جديد وهو اسمه الدعم، وهو عبارة عن وجه تعبيري يحتضن قلب. الوجه في شكل تعبيري يعانق قلبا، وفي ده على الفيسبوك، لكن الماسنجر موجود فيه قلبا نابضا زي الموجود عندك في الفيديو قدامك. والنهاردة نتكلم ازاي تضيف الايموشن ده على الفيسبوك. تابع معايا شرح الفيديو اللي موجود في نهاية الشاشة او هتلاقيه موجود في الوصف. لكن انا حبيت اوضح لكم ليه الفيسبوك اضاف الايموشن الجديد ده، وهتلاقي الشرح سهل وبسيط ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.